يا أخي خلي بيمدد، بيمدد أسبوع واحد، إذا بعد كلش أسبوعين بعد ما تدري نحصلهم أو ما تحصلهم. وأنا أتمنى من المجلس يعني عدم التصويت على التمديد لمدة 4 أسابيع، وأتمنى أسبوع واحد يعطونهم ويكونوا يرفعونهم للمجلس. إذا كان ناقصة ردود يا أخي يروحون للحكومة، وخل بعدين بيردون لنا بمشروع بقانون من أقعد نناقشهم، ما عندنا مشكلة. في بعض المقترحات الموجودة عندنا، احنا عندنا مقترح قبل إجازة العيد تم سحبه لمدة 2 أسبوع، وصارت إجازة العيد، فاحنا أساسا موضوعيا يعني إذا ما جبناه اليوم على أساس أنتون تمددونه 4 أسابيع، مو بالضرورة أن أنا أجيبه إليكم بعد 4 أسابيع تحديدا، أنا يمكن أجيب لكم الأسبوع الجاي أرفع بعد اجتماع اللجنة. واضح جدا سلمك الله أن هذه الاقتراحات بقوانين ما تحتاج قضية، يعني مثل ما تفضلوا لكم بصراحة مداخلة خالد بوعنك سليمة 100%، هذا اقتراح بقانون. اللجنة تتكلم عن ماذا؟ هل تتكلم عن القانون لإبداء الرأي في فكرته، فكرة اقتراح بقانون سليمة غير سليمة، دستوري غير دستوري، أعتقد فيهم واحد ممكن يأخذ الرأي فيهم في الموضوع، لكن بقية التفاصيل لما يجي مشروع بقانون حينها يكون النقاش وحينها يكون الكلام في الموضوع.